المجد لله. الاقتراض رقم 150 يقول: هل خلصت رحاب بالإيمان أم بالأعمال؟ يقول المعترض بأنها رسالة إلى العبرانيين 11:31 تقول بأنها قد خلصت بالإيمان، في حين أن رسالة يعقوب الجامعة 2:25 تقول بأنها قد خلصت بالأعمال. نقوم بداية بقراءة الآيات التي قام المعترض بذكرها، فنقرأ في الرسالة إلى العبرانيين 11:31: بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت جاسوسين بسلام. ونقرأ في رسالة يعقوب 2:25: كذلك رحاب الزانية أيضا أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر. لقد ارتكب المعترض مغالطة النطاق الدلالي إضافة إلى الفشل في القيام بقراءة من النصوص ضمن سياقها النصي. إن رحاب قد خلصت، أي أنها لم تهلك، وذلك بالإيمان كما هو مذكور في الرسالة إلى العبرانيين 11:31، لكنها قد تبررت بالأعمال كما يرد في رسالة يعقوب 2:25. هذان الأمران هما أمران مختلفان بعضهما عن بعض، فالتبرير الذي يرد في رسالة يعقوب يراد به أن الشخص يظهر أو يستعرض موقفه السليم، وهو أمر يختلف عن الخلاص أي عدم الهلاك، وهو أن يكون الإنسان في موقف سليم أمام الله. إن السياق النصي للإصحاح الثاني من رسالة يعقوب يتعامل مع إظهار ثمار الخلاص للآخرين. هذا الأمر يظهر من خلال أعمال البر، ذلك لأن الناس لا يستطيعون أن يروا الإيمان دون وجود للأعمال التي تستعرض هذا الإيمان، فالخلاص هو من خلال الإيمان، أما التبرير أمام الناس فهو من خلال الأعمال البارة التي تنتج عن الإيمان. إن رسالة يعقوب في الإصحاح الثاني في الآيات 17-26 تقوم بإظهار هذا الأمر بطريقة واضحة لمن يريد أن يستخلص المعنى من النص ضمن سياقه. المجد لله، والله معك.